نعم، فضيلتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب وتفكيكه أيضا، هل ترون أن ذلك يصب في التوجه الذي أقدمت عليه دار الإفتاء المصرية بإنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية وأيضا مرصد الإسلاموفوبيا؟ نحن نرحب بأي جهد يقضي على الإرهاب ويكافح الإرهاب، ويجب أن يتعاون الجميع مع هذه المنظومة التي يعني أنشأها سيادة الرئيس، فنحن معه. نعم، وفي الحقيقة دار الإفتاء المصرية قامت بحزمة من الإجراءات تصب في هذا الاتجاه وتفيد فيه، ففي أننا أنشأنا منذ 2014 يعني من حوالي 3 سنوات الآن مرصد الفتاوى المتشددة والآراء الشاذة والفتاوى التكفيرية، وقمنا أيضا بمحاربة داعش، يعني كافحنا ضد هذا التنظيم الإرهابي كفاحا مريرا من ناحية تفكيك آرائه والكفاح الفكري ضده، في أننا أنشأنا مجلة اسمها إنسايت أو بصيرة، وهذه المجلة تفكك فكر داعش في مجلته التي أصدرها وهي بعنوان دابق، فكل الآراء وكل الأفكار التي في دابق نحن فككناها في مجلة بصيرة. كذلك حاربنا فكر داعش من خلال جمع الكتب التي تصدر عن داعش، سواء كانت تصدر في وسائل إلكترونية أو غير إلكترونية، وعكفنا على دراسة هذه الكتب، والحقيقة فندناها بكاملها فقرة فقرة ونشرنا ذلك عبر مصادر متعددة، سواء المقالات في الصحف أو في اللقاءات التلفزيونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مصادر عديدة في الحقيقة، أو في مؤلفات وفي إصدارات عن دار الإفتاء المصرية. فنحن نسير في هذا الاتجاه وندعم بشدة هذا الاتجاه، ونحن عون له إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونرحب بكل جهد يبذل في هذا الصدد.